الأواصر في بداية الأمر نتحدث عن الأواصر بين تونس كدولة والجزائر كدولة هي مهمة جدا ونتحدث على أن الانتخابات الرئاسية السابقة تقريبا جرت في نفس المدة الزمنية التي جرت فيها الانتخابات الرئاسية في تونس وتونس كذلك هي مقبلة على انتخابات رئاسية فهذه تدخل في إطار الديناميكية الديمقراطية في كلا البلدين ثم أنه كما قلت الجالية الجزائرية الجزائرية متواجدة بعدد معتبر جدا بالنسبة لتواجدها في تونس الجالية الجزائرية المتواجدة حتى قبل الاستقلال أثناء الاستعمار الفرنسي حيث كانت كثير من العائلات الحدودية تتنقل على مستوى الحدود وفي بعض الأحيان تلجأ إلى تونس وهناك بطبيعة الحال حركة هجرة حدثت بعد الاستقلال عبر سنوات مختلفة فالصور كما نلاحظها الآن توضح لنا يعني عدم تخلف